مدينة خانقين بشجاعة قوات البيشمركة ودورها المحوري في فك الحصار الذي فرضه إرهابي داعش عن ناحية أمرلي وتحرير مناطق أخرى من دنس الإرهابيين. وأكد المواطنون التركمان أن قوات البيشمركة هي قوات وطنية تدافع عن كافة القوميات والمكونات على حد سواء، وتسعى لرفع المظلومية والمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم دون أدنى تمييز. ثمن عدد كبير من أهالي مدينة خانقين من المكون التركماني دور وجهود قوات البيشمركة في فك الحصار عن منطقة أمرلي وباقي مناطق العراق، مؤكدين أن قوات البيشمركة قوات وطنية وتعمل على حماية جميع المواطنين على حد سواء. يوم أمس رأينا ما فعلت البيشمركة الأبطال في مدينة أمرلي وقبل أمرلي، رأينا ما فعلت في مدينة اللعفر التركمانية، وما فعلت في مدينة موصل، وما فعلت على دفاعا على سد موصل ودفاعا عن قرطبة وعن جلولاء وعن سعدية وعن بقية المناطق. ولا يزال البيشمركة الأبطال يفدون بأرواحهم وأجسادهم وأموالهم وعوائلهم في سبيل نصرة الظلم، في سبيل الدفاع عن الوطن، ليس كما ذكرت دفاعا عن نفسه ولكن دفاع عن المظلومية الذي نراها في هذه الأيام، كيف الناس ظلموا. ولكن البيشمركة الأبطال، الفدائيين الأبطال، الفدائيون الأبطال قاموا ويقومون إن شاء الله، وكما قاموا قبلنا والآن وفي المستقبل، دفاعا عن المظلومين ومحاربة للظالم الذي يريد أن يسلب حقوقنا وأموالنا وعرضنا. كيف نراهم بأنهم دافعوا عن التركمان ودافعوا عن اليزيديين وصانوا أعراضهم وصانوا شرفهم وصانوا ممتلكاتهم. احنا نشكر قوات بيشمركة التي دافع على العراق، على خانقين وعلى باملي وعلى جلولة وعلى كل منطقة العراق اللي بيها داعش، والله سيد جاء القرآن ينصرهم، جاء سيد المرسلين وانتم قوة عزيزة على الحاقدين والكفرة. نشكر بيشمركة يدافع عن المناطق الأمرلي والسعدية والجلولة في كل مكان، نشكرهم القوات البيشمركة. نشكر البيشمركة القدامى والقادة الأكراد من البيشمركة اللي ساهموا في تنظيف منطقة أمرلي، وإحنا مستعدين أن نضحي بأرواحنا رغم أنه أنا من البيشمركة القدامى ومتقاعد. وأشكر قناتكم المفضلة، وإن شاء الله إحنا ما نخاف من أي عدو. إحنا تركمان في خانقين نشكر البيشمركة وعلى مود هم في الأمرلية دافعوا على الأمرلية كلها، أمور وضحوها زين، مشت الأمور والحمد لله سفوق كل شيء، ودائما إحنا ندعي لهم من رب العالمين. نحيي قوات بيشمركة والله يعطيهم قوة والصحة والعافية، وحررنا منطقة الأمرلي، وإن شاء الله مرفوعين الرأس وراية كردستان وعلم كردستان إن شاء الله كل العراق. يوم بعد يوم تثبت قوات البيشمركة أنها قوات للجميع وتدافع عن جميع المكونات على حد سواء ودون تمييز عرقي أو طائفي، وخير دليل على ذلك ما قامت بها تلك القوات في الدفاع عن مختلف المكونات وما ذكره المواطنون والمجتمع الدولي بحق قوات البيشمركة. لفضائية كركوك من مدينة خانقين، عباس الأركوازي. أكدت اللجنة المالية النيابية أن